إلى أسوار معسكري خالد بن الوليد في الغرب من مدينة تعز، الذي صعد منه المخلوع الصالح إلى سدة الرئاسة. تدور معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية التي أصيبت بانهيارات كبيرة في صفوفها بعد اقتحام وحدات الجيش الوطني للبوابة الشرقية للمعسكر والسيطرة على ميدان ضرب النار التابع للمعسكر ومخزنا للذخيرة والسلاح. أيضا تمكن الجيش الوطني وبعملية عسكرية التفافية ناجعة من مباغتة الميليشيات عند جسر الهاملي على الخط الرئيسي الواصل بين الحديدة وتعز وقطع خطوط الإمداد بعد تمكنه من محاصرة المعسكر من الجهتين الجنوبية والغربية. في الوقت الذي كنا نتوقع قدوم القوات من اتجاه الخط الرئيسي الرابط بين تعز والمخا، وجدنا القوات تلتف من الاتجاه الشرقي للمخا على مسافة حوالي 30 كيلو لتفاجئ العدو وتباغته بظهورها في قلب أو في محيط المعسكر تماما، وسقوط مواقع تعتبر ضمن النطاق العسكري لمعسكر خالد بن الوليد مثل ميدان ضرب النار ومنصة المنصة لمحطة المراقبة للقيادة وجبل نابضة. هذا يعتبر منطقة عسكرية تبع حرم المعسكر، منطقة عسكرية يحرم فيها الاقتراب والتصوير سابقا. المعارك في محيط المعسكر على أشدها، كما هي في منطقة الكدحة التي تستعيد فيها قوات الشرعية الكثير من المناطق، وهي معارك كسر عظم. يقول المراقبون لمال المعسكر من أهمية استراتيجية وعسكرية كبيرة وتأثير ذلك على سير المعارك. هذا المعسكر معسكر استراتيجي لا يقل أهمية عن قاعدة العند التي كانت في المحافظة الجنوبية. هذا المعسكر له تحصينات، وكانت تتخذ الميليشيات الانقلابية مخازن لأسلحتها سواء الأسلحة الثقيلة أو الأسلحة الخفيفة. بتحرير هذا المعسكر سيتم تحرير تلك المنطقة الشاسعة، وسيتم الاستعداد الكبير لتحرير محافظة الحديدة. إذن هي معارك ما قبل إنهاء الانقلاب، والتي تتركز على المناطق الأكثر حيوية وأهمية بالنسبة للانقلابيين، والتي استخدموها للانتقام من الشعب اليمني. معركة معسكر خالد بن الوليد غرب مدينة تعز معركة كسر عظم، يقول مراقبون نظرا لأهميتها الاستراتيجية والعسكرية في قطع خطوط إمداد الميليشيات وتأمين معركة الساحل الغربي لليمن. محمد الحذيفي الإخبارية، تعز.